أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في تكبيرات الانتقال في الصلاة، وما حكم لو تركها متعمدا؟ انتقالات في الصلاة تكبيرات واجبة من واجبات الصلاة، تركها متعمدا بطلت صلاته، ومن تركها ناسيا يسجد للسهو، إلا إن كان مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل سهوه. أما إذا كان أنه منفرد أو أنه دخل مع الإمام في بعض الصلاة وترك تكبيرة تكبيرات الانتقال ناسيا، فعليه إذا أكمل صلاته بعد الإمام أن يسجد للسهو قبل السلام. نعم.